النهارده هنعمل حاجه جديده، هنعمل لفه بالقوطه، هنعمل لفه ورده، وهنعمل لفه البجعة. متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. هنجيب كده قوطه مناسبه واي لون، تقريبا متر اقل شويه، ولو قوطه اصغر من كده مش مشكله، مش هتعمل حاجه. هنفردها كده، هنمسكها هنا في النص، نمسكها كده هنا في النص، نجيب الطرف ده هنا نلف. نلف كده لفة صغيرة، نجيب الناحية التانية، نقرب التانية ناحيتها. نمسكها كده، نقرب الاثنين، نقربهم كده مع بعض، نفيدها كده، نلف الخطة الثانية، كده نعمل كده. انا لفه خطه ثانيه هجيبها واوريها لكم مع بعض. الخطه الثانيه اهي جبتها، نجيب الاثنين كده مع بعض، نعمل كده، دي اصلا ممكن تحطها في الدولاب مع الفوط، شكلها جميل وراها. ورجعت لكم حبايبي، هو لف اللفه الثانيه اللي هي الورده. هنجيب فوطه كده او ممكن بتاعت سفره، ممكن فوطه سفره اصلا بتبقى جميله وحلوه، واي لون برضه مش مشكله، بس كل ما تكون اصغر ومربعه تبقى حلوه واجمل. هنجيبها كده، هنلفها كده، نقلبهم نلف هنا، نلفها برضه كده، نجيب الطرف ده كده ندخله هنا، نمسك هنا نفردها على اتنين، هتبقى بالشكل ده. لو فتت سفرة هتبقى تحفة 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 على السفرة. نحطها كده، ألف واحدة تانية معاكم وأوريها لك. ده الشكل النهائي ليهم، وأنا لفيت أكتر من حاجة هيك، بتاعت سفرة وفوطة عادية.